مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الإجازة الإجبارية حل حوثي لمواجهة احتجاجات متوقعة للموظفين بصنعاء. مبادرة في عدن لمكتبات متنقلة من دون حراسة. ومن الأخبار المتداولة، دراسة من جامعة أمريكية تقول إن إنجاب الإناث يطيل عمر الأب ويدخل الفرحة إلى حياته. وفي بي بي سي، إطلاق سراح سجين أمريكي بعد 17 عاما في السجن بسبب جريمة ارتكبها شبيهه. أهلا بكم. طريقة جديدة لميليشيا الحوثي في حربها ضد الموظفين الذين فقدوا كل شيء. فوفقا لموقع يمن مونيتور، والذي عنوان الإجازة الإجبارية حل حوثي لمواجهة احتجاجات متوقعة للموظفين بصنعاء، وعلق الموقع، أقدمت حكومة الحرب التابعة للحوثيين وحزب صالح في عدد من الوزارات على فرض إجازات إجبارية على الموظفين خوفا من المطالبة بالمستحقات. يضيف الموقع، تشهد المؤسسات انهيارا إداريا عميقا لما تبقى منها بسبب انقطاع المرتبات لأشهر، وبات هناك سيناريو كارثي مطروح بسبب حالة الاحتقان الواسعة من الموظفين الحكوميين. وبحسب مسؤولين في الحكومة، فإنه وفي ظل عدم بروز أي مشروع لحل فعلي في الأفق، تزداد المؤشرات على أن هذه الأزمة قد تطيح بالحكومة التي شكلها تحالف الحرب صالح الحوثي في صنعاء لعدم قدرتها على توفير أدنى مقومات العيش. حادثة الاعتداء الذي تعرض لها طاقم قناة بلقيس مساء السبت لقيت استنكارا واسعا من قبل الكيانات النقابية والمجتمعية، حيث أدانت مؤسسة خليج عدن للإعلام حادثة الاعتداء على طاقم قناة بلقيس أثناء تغطيتهم لفعاليات مسيرة احتجاجية في مدينة كريتر تطالب الحكومة بتحسين الخدمات. وطلبت المؤسسة في بيان لها أورده موقع الموقع بوست الجهات الأمنية بفتح تحقيق للوقوف حول ملابسات الاعتداء وسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام. وقالت إن الواقعة تعبر عن تهديد خطير على الحريات وعمل وسائل الإعلام، وتعتبر عملا دخيلا على مدينة التنوير. وأشادت خليج عدن للإعلام بالدور الإيجابي والهام لقناة بلقيس، لا سيما أثناء عدوان ميليشيا صالح والحوثي على مدينة عدن وكشف جرائمهم بحق الأبرياء، وهو ما تدفع ضريبته اليوم في الاعتداءات وحملات التحريض. خصصت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها للحديث عن وباء الكوليرا الذي أصاب العديد من اليمنيين. وقالت الصحيفة في أجزاء من المقال، انتشر مرض الكوليرا خلال القرن التاسع عشر انطلاقا من دلتا نهر الغانج في الهند، وأدى إلى سبع جوائح حصدت أرواح الملايين من البشر، اندلع آخرها في جنوب آسيا عام 1961، ثم وصل إلى أفريقيا عام 1971، ثم إلى الأمريكيتين عام 1991، وتوطن في العديد من البلدان منذ ذلك الحين، متركزاً في الأحياء الفقيرة المتاخمة للمدن ومخيمات النازحين واللاجئين التي لا تستوفي متطلبات توفير إمدادات المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي والمناطق التي تتعطل فيها شبكات المياه. وهذه الأوضاع لا يمكن فصلها أبداً عن الحرب الطاحنة الدائرة في ربوع اليمن السعيد. حسب منظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصابين بالمرض في اليمن تجاوز 100,000 شخص، وحسب جمعية أوكسفام الخيرية، فإن شخصاً يصاب بالمرض كل ساعة، وأن مئات الآلاف من اليمنيين معرضون للإصابة. لا يمكن النظر إلى جائحة الكوليرا باعتبارها حدثاً صحياً مفصولاً عن الدمار العام الذي يتداعى اليمنيون تحت وطأته، فخراب البنى التحتية والنزوح والاضطرار لاستخدام المياه الملوثة والمرافق غير الصحية كلها مظاهر مرتبطة بشكل مباشر بالحرب الهائلة التي تدور في ربوع اليمن.
إلى مدينة إيبو التي تصدرت موقع المشاهد نت بعنوان يختصر جانبا مما يحدث في المدينة وعنوان الموقع: فوضى أمنية واشتباكات مسلحة وسط مدينة إيب. وطبقا للموقع فقد أصيب 4 مواطنين بإصابات متفاوتة إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين مسلحين محليين ومسلحين حوثيين في المدينة القديمة بمحافظة إيب. وبحسب مصدر محلي فإن اشتباكات مسلحة اندلعت الليلة الماضية في أزقة المدينة القديمة بمديرية المشنة، خلفت 4 مصابين، إصابة أحدهم خطيرة على خلفية احتجاز متحوث من أبناء المدينة. يتابع الموقع: وفي تداعيات ذلك قامت جماعة الحوثي بتطويق المنطقة وإغلاق محلات المواطنين للبحث عن مطلوبين كما تقول. شنت الميليشيات الانقلابية يوم الأحد قصفا عنيفا بقذائف المدفعية والهاون على الأحياء السكنية بموريس شمال محافظة الضالع. وقالت مصادر محلية لسبتمبر نت إن الميليشيا المتمركزة في قرية العرفاف بمدينة دمت قصفت بقذائف المدفعية والهاون الأحياء السكنية في قرية أدمة الواقعة شمال منطقة موريس. يضيف الموقع: دمر القصف منازل مواطنين من أبناء موريس دون خسارة في الأرواح. وقالت المصادر إن القصف من قبل الميليشيا يأتي ردا على الخسارة التي تكبدتها الميليشيا شمال يعيس قبل 3 أيام. المصداقية ضد السياسة في العالم العربي. تحت هذا العنوان كتب سمير الزبن مقاله المنشور في العربي الجديد وقال: شكلت السياسات التي تنطلق من الرغبات وليس من الواقع وصفة للفشل، فلا يمكن تغيير الواقع إلا بالكشف عن مشكلاته الحقيقية وتفصيل هذه المشكلات لإيجاد مخارج وحلول لها، على قاعدة أن معرفة الواقع هي الشرط الأول للتأثير فيه. ولأن صانعي السياسة العرب لا يرون الواقع أصلاً، والسياسة رغبات تملى على واقع لا يحتملها بكل أدوات القوة، اعتقد صانع القرار أنه يستطيع إنتاج الواقع الذي يرغبه بقرار وبأدوات تنفيذ قهرية. لذلك ليس من الغريب أن آليات العقل السياسي العربي عملت بطريقة معاكسة لآليات صناعة القرار السياسي. ومهما كانت النتائج كارثية لهذه السياسة، فإنها لم تطرحها في خطابها السياسي بوصفها سياسات فاشلة قابلة للمراجعة، إنما طرحتها بوصفها استنتاجات تم استخلاصها بعبقرية من خلال التحليل الدقيق للواقع الموضوعي. وهذه العبقرية هي التي أنتجت الحلول المبدعة وأوصلت إلى انتصارات بينة، على الرغم من أن هذه الانتصارات هي الهزائم بعينها. وحتى يظهر الخطاب السياسي بالمظهر الانتصاري، لابد من استناده إلى ذرائع تستدعي الدقمة من أجل دمج الرغبات والمصالح الذاتية في سياق خطاب سياسي اعتقد القادة أنه مؤثر في الجمهور، ما جعل الكذب وتزييف الحقائق وتصوير انتصارات وهمية مهمة القائد السياسي. وتكرار حاشية صانع القرار هذه الانتصارات الوهمية على مسامعه وفي إطار ترويج سياسته يصبح من المستحيل على العبقري الذي حقق كل هذه الانتصارات أن يقتنع بغير الصورة الزائفة التي صنعها لنفسه مع حاشيته، والتي لا تقنع أحداً غيرهم. وليس أدل على ذلك من الحديث العربي المستمر عن الانتصارات والإنجازات في وقت تتردى كل واحدة من زوايا هذا الوطن العربي الكبير، وفي وقت عملت هذه السياسات على تفخيخ المجتمعات العربية بعبوات انفجارية. لم تلبث أن انفجرت ثورات انطلاقا من تونس ولحقتها مصر وليبيا واليمن وسوريا. في العاصمة المؤقتة عدن مبادرات شبابية تحاول محو ما خلفته الحرب، أحدها كما جاء في عنوان لموقع عدن تايم: مكتبات ثقافية مفتوحة في شوارع عدن. يقول الموقع إنه ورغم ما تعيشه المدينة فقد أنشأت مبادرة قدرة شباب مكتبات مجانية مفتوحة واستراحات ثقافية على مقربة من البحر تمكن الزوار من الاطلاع والقراءة للكتب المتوفرة ثم إعادتها إلى رفوف المكتبة. وقال رئيس المبادرة هارون علي عبد ربه إن الهدف من هذه المكتبات المفتوحة والمجانية هو رفع مستوى الثقافة في المجتمع وإتاحة الكتاب في كل زمان ومكان، فالشعوب تنهض بالعلم والقراءة هي أساس العلم والانفتاح وهي سبب في الرقي.
وعن تفاصيل المشروع بيّن هارون أن المشروع هو عبارة عن مكتبات في الشارع مرفقة بكراس تمكن الناس من استغلال وقتهم بالقراءة، ويكون الكتاب في متناولهم في الأماكن العامة، وهذه المكتبات تكون دون حراسة لأن الفكرة معتمدة على أمانة الناس. وإفقا لقوله فإن القراء لا يسرقون واللصوص لا يقرؤون. في فقرتنا قصة وصورة نطالع ما جاء في موقع ارفع صوتك، والذي نشر صورة لشاب يمني يعمل في قطاع نظافة الشوارع بالعاصمة صنعاء، وقد جلس لأخذ قسط من الراحة في أحد الأرصفة بعد أن لفحته الشمس ليقرأ عبر جواله آيات من القرآن الكريم في نهار رمضاني. يقول لموقع ارفع صوتك: أعمل في هذا المجال منذ 4 سنوات، في رمضان أعمل من الساعة 11 صباحا وحتى 3 بعد الظهر عصرا، ومساء من 11 وحتى 2 فجرا. هذا العمل مرهق لكنني لم أجد غيره، أحصل فقط على 20,000 ريال شهريا لا تكفي لاحتياجات أسبوع واحد. واحدة من أماني الشاب يختصرها بالقول: أتمنى من المواطنين مساعدتنا بعدم رمي النفايات بشكل عشوائي في الشوارع، أحب أن أرى الشوارع نظيفة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وعود كثيرة يتلقاها المواطنون في عدن لأجل إنهاء انقطاعات التيار الكهربائي، وبهذا تقول صحيفة العربي الجديد، حيث توقع مسؤول حكومي يمني انفراج أزمة الكهرباء بعدن منتصف الشهر الحالي من خلال توفير طاقة مشترى من شركات تجارية بقدرة 100 ميجاوات ستساهم إلى جانب المحطة التي تمولها قطر بتغطية عجز التوليد بنسبة 90%. وكشف المسؤول عن وجود مولدات اشترتها الحكومة من شركات تجارية بقدرة 70 ميجاوات ستصل عدن خلال الأسبوع الحالي، وأن طاقة بقدرة 30 ميجاوات وصلت الثلاثاء الماضي، وبدأ فريق فني في تركيب وتشغيل المولدات. وزارة الكهرباء اليمنية وقعت نهاية أبريل الماضي عقدا مع شركة السعدي للطاقة المشترى لتوفير 90 ميجاوات، وعقدا آخر مع شركة باجرش لتوفير 10 ميجاوات ضمن جهود لمعالجة أزمة الكهرباء في مدينة عدن، إذ يبلغ التوليد المتوفر حاليا 150 ميجاوات، بينما الطلب على الكهرباء يصل إلى 370 ميجاوات. هناك فشل في محاصرة الكوليرا في اليمن، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية كما قالت صحيفة الخليج عن ارتفاع عدد ضحايا وباء الكوليرا الذين يتزايدون بشكل مستمر جراء تفشي الوباء على أوسع نطاق من البلاد. وقالت المنظمة في حسابها الرسمي على تويتر: تم تسجيل أكثر من 116,000 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، مع رصد 859 حالة وفاة مرتبطة بالمرض. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحالات سجلت في 20 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة، وذلك بسبب غياب الرعاية الصحية المطلوبة، الأمر الذي سهل الطريق أمام الوباء لقتل المزيد من اليمنيين. الانتحار الكيميائي، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في أجزاء من المقال: في الكتاب الشهير الذي حمل عنوان الحرب الكيميائية لمؤلفه أوليفر لوبيك والمكرس لنتائج استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى، ثمة ما يوحي بالتحذير من تطوير هذه الأسلحة، فهي ليست مدمرة وإبادية على الصعيد العضوي فقط، بل لها نتائج نفسية على الجميع، ولا ينجو من هذه الإصابة حتى الجنود أنفسهم. قد يكون عام 1918 هو آخر سنوات الحرب الأربعة، هو أسوأها على الإطلاق، لأن الحرب قبل أن تضع أوزارها تبيح المحرم والمحظور، ولا تبقي على أي احتياطي يمكن استدعاؤه، وبلغ عدد ضحايا ذلك العام من استخدام غاز الخردل 500,000، وهي نسبة لا تتجاوز 3% من مجمل الضحايا. لكن الخيال وحده يمنحنا الفرصة لتصور كم هو عدد الضحايا في أيامنا إذا استخدمت أسلحة إبادة من هذا النوع، خصوصا بعد أن طورت،
ويذكرنا كتاب لوبيك بتلك التراجيديا التي عاشتها اليابان بعد استخدام القنابل الذرية لأول مرة، رغم أن ما تعرضت له هيروشيما وناغازاكي لا يعادل واحدا بالألف مما يمكن أن تتعرض له مدن أخرى في أيامنا، خصوصا بعد امتلاك قنابل يقول العلماء أنها قادرة على تدمير 9 كواكب بحجم كوكب الأرض، أو بمعنى آخر تدمير الأرض 9 مرات. ورغم الجهود التي بذلت من أفراد وجمعيات ومؤسسات للتحذير من أسلحة الإبادة، إلا أن ما قاله واحد من أبرز المناهضين للسلاح النووي ودعاة السلام هو الفيلسوف راسل يبقى الأشد تعبيرا وتجسيدا لمثل هذه الكوارث، وهو أن البشر قد استخدموا عقلهم وعلمهم من أجل انتحار جماعي، وهذا ما يعف عنه حتى الحيوان. وليس مهما البحث عن أول من استخدم مثل هذه الأسلحة، سواء كانوا الألمان عام 1915 أو الفرنسيين عام 1914، بقدر ما أن الأهمية كلها للمبدأ من أجل استدعاء كل ما من شأنه أن يحمي البشر من هذا الانتحار. فالعلم ككل سلاح آخر له حدا، لهذا لابد له من بوصلة تضبط مساره. هل أصبحت أخبار الشرق الأوسط غير مهمة للأمريكيين؟ بهذا تساءلت شبكة CNN والتي أجابت على سؤالها بالقول: عندما تسافر إلى الشاطئ الغربي للولايات المتحدة تشعر بأن الحياة ناعمة وهادئة وآمنة لدرجة قد تنسيك كل الفضائع التي تحصل في أماكن أخرى من العالم، في ذلك الطقس الرائع على ذلك الشريط الساحلي البديع، يعيش الناس حياتهم الطبيعية وكل ما يتمنونه هو أن يسود الأمان تلك المدينة الأوروبية التي يرغبون بالذهاب إليها لقضاء عطلتهم الصيفية. كاتبة هذا التقرير كاميليا انتخابي قالت: سألت صديقة في لوس أنجلوس إذا كانت تعرف شيئا عن الخلافات بين بعض الدول العربية فأجابت بالنفي، وإذا كانت سمعت عن الهجوم الإرهابي الذي ضرب طهران فكان جوابها أنها لا تعرف شيئا أيضا، وتابعت بالقول لتجيب على سؤالها حول اهتمام الأمريكيين بأخبار الشرق الأوسط: كثير من الغربيين وخاصة الأمريكيين لا يستطيعون التفريق بين الإيرانيين والعرب، بالنسبة إليهم مشاكلنا هي نفسها في الشرق الأوسط وجميعها تشير إلى أننا متعصبون ضد بعضنا البعض، ولذلك لم يعد المواطن الغربي يهتم بمشاكلنا وهمومنا. كشفت دراسة أجرتها كلية هارفورد للأعمال أن إنجاب الإناث يطيل عمر الأب ويدخل الفرحة إلى حياته، وأكثر من كل ذلك يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويجعله زوجا أفضل. وأشارت تلك الدراسة وفق صحيفة القدس العربي إلى أن شعور الأب بالرقة لدى حمله طفله يزداد عندما تكون أنثى. وعملت تلك الدراسة التي نشرت في الجريدة الأمريكية لعلم الأحياء البشرية قبل التوصل إلى استنتاجها هذا على إعطاء أكثر من 50 والدا أجهزة تسجيل رقمية لرصد انفعالاتهم مع أطفالهم الذكور والإناث، وخلصت إلى أن الآباء الذين أنجبوا إناثا يمضون وقتا أطول بنسبة 60% مع بناتهم مقارنة بأولادهم. وأشارت الدراسة إلى أن الآباء يعيشون فترة أطول في حال إنجاب إناث، إذ يزيد متوسط عمر الرجل بواقع 6 أشهر مقابل كل أنثى ينجبها، في حين أن إنجاب الذكور لا يغير شيئا. تتابع الصحيفة: ربما يرجع ذلك إلى كون الفتيات يكن أكثر رعاية للوالدين عند تقدمهما في السن مقارنة بالذكور. الخبر المتصدر لموقع شبكة البي بي سي دار حول سجن بريء وعنونة الشبكة: إطلاق سراح سجين أمريكي بعد 17 عاما في السجن بسبب جريمة ارتكبها شبيهه. وفي التفاصيل: إن السلطات في ولاية كانساس الأمريكية أطلقت سجينا قضى 17 عاما في السجن بعد إدانته بجريمة لم يرتكبها. تضيف بي بي سي: عثرت الشرطة على المجرم الحقيقي بعد هذه الفترة الطويلة مبررة الخطأ بالتشابه الكبير بين الرجلين، وأطلق سراح ريتشارد أنتوني بعد اعتقال المجرم الحقيقي، وتأكيد الشهود أنهم لا يستطيعون التفرقة بين الرجلين بسبب التشابه الكبير. وقال ريتشارد إنه كان يشعر باليأس من العثور على المجرم الحقيقي بعدما قضى 17 عاما من فترة العقوبة التي صدرت بحقه، وهي السجن لمدة 19 عاما بعد إدانته بالسرقة
بناء على شهود العيان. وقال ريتشارد للمحققين إنه سمع بوجود شخص يشبهه كثيرا خلال فترة سجنه يدعى ريكي، وبعد البحث استدلوا عليه ليقدموه إلى الشرطة ويحصل ريتشارد على البراءة. والذي قال: بعدما رأيت صورته شعرت بالصدمة وفهمت ما حدث. مجموعة من أجمل الصور التي اختارتها صحيفة واشنطن بوست لتنشرها في صفحاتها سننقلها لكم في جولتنا المصورة، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.